مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مؤسسة الشهداء تقيم حفلا تأبينيا كبيرا لإحياء ذكرى شهداء مدينتي الدجيل وبلد. في مديرية شهداء النجف الأشرف ندوة أدبية عن النتاج الفكري لشهداء العراق. الطالبة أزهر عبد المجيد حسين تنال شهادة الماجستير في علم الحيوان عبر قناة مؤسسة الشهداء. ومن أخبار مؤسسة الشهداء نتابع: فريق مديرية شهداء ذي قار يحرز المرتبة الثانية في بطولة الشهداء الثالثة بكرة القدم في المحافظة. أهلا بكم من جديد. بمناسبة ذكرى السنوية لاستشهاد أبناء الدجيل وبلد في عملية التصدي لرأس نظام البعث البائد، أقامت مؤسسة الشهداء حفلا تأبينيا كبيرا كرمت فيه عائلات شهداء المدينتين تقديرا لتضحياتهم وعرفانا لدماء شهدائهم التي كانت لوحدها كافية لإدانة صدام وأعوانه وإنزال القصاص العادل بهم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. أقامت مؤسسة الشهداء حفلاً تأبينياً لشهداء الدجيل وبلد تحت شعار شهداء الدجيل وبلد أنجم زاهرة في سماء العراق الجديد، استذكرت فيه المواقف الشجاعة لأبناء الدجيل في التصدي لنظام البعث البائد واستهدافهم رأس النظام، وما تبع محاولة الاغتيال تلك من اعتداءات صارخة طالت أبناء مدينتي الدجيل وبلد. هذا الحفل تمجيدا لذكرى الشهاده وشهداء اعزاء علينا واصحاب مواقف وبطولات وهم شهداء الدجيل وبلد في بدايه الثمانينات من القرن الماضي، حيث سجلوا ملحمه من ملاحم الفداء وتعرضوا للطاغيه وامطره بوابل نيرانهم ليخلصوا العراق وينقذوا العالم باسره من هذا الطاغوت، ولكن لله الحكمه البالغه كانت مشيئه الاله ان تسير الامور بمجار أخرى حتى تعرض هؤلاء الأبطال وعوائلهم وذويهم وأطفالهم إلى أنواع التعذيب والقهر والحرمان. أعدم من هو فوق 16 عام، ومن مات من الأطفال في صحراء أبعد من نقرة السلمان بثلاثة ساعات على الحدود، ولم يبق إلا بعض النساء وبعض الأطفال الذين كبروا في السجن، لم يبقوا إلا ليكونوا شاهدا حيا على هذه المظالم التي ارتكبها النظام. من وحي قانونها تحرص مؤسسة الشهداء على تمجيد الشهادة وتخليد سير الشهداء، وما تكريمها شهداء الدجيل وبلد في هذا الحفل الكبير إلى دليل على أن العراق يبقى شامخا بأبنائه بينما يذهب الطغاة إلى غياهب النسيان. شهداء الدجيل وشهداء بلد من الشهداء الذين لهم الحق الكبير على هذا البلد من أقصاه إلى أقصاه. كانت حادثة بلد والدجيل ومعركة بلد والدجيل وشهداء بلد والدجيل ومأساة بلد والدجيل هي المأساة وبداية المأساة التي قصمت ظهر الطاغية صدام. هذه المأساة التي يندى لها جبين البشرية عندما قام النظام بقتل الرجال وسبي النساء وتهجيرهم وإقصائهم إلى الصحراء التي لا يوجد فيها أي شيء للحياة، كانت في صحراء السماوة التي تموت فيها حتى الحيوانات الزاحفة. كانت هناك عوائل من النساء والأطفال أرسلوا إلى هذا المكان ليقتلوا قتلا جماعيا وإبادة جماعية، ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى
أن يبقى هؤلاء الشهداء الأحياء على قيد الحياة ليعكسوا في هذا اليوم هذه المأساة التي حدثت في صيف عام 1982. هؤلاء الشهداء الأحياء وكذلك الشهداء الذين استشهدوا في تلك الفترة والذين تجاوزوا أكثر من 200 شهيد في هذه الحادثة تبقى وصمة عار على النظام البعث الباد. استذكار شهداء الدجيل وبلد يعني استذكار تلك المواقف الخالدة التي وقفها أبناء المدينتين في مقارعة الدكتاتورية، مستمدين العزم من تاريخ مدينة الدجيل التي كانت منهلا للعلم نهل منه كبار العلماء. هذه الذكرى ذكرى شهداء أهالي الدجيل وبلد إنما هي مرارة، لأننا عانينا ما عانيناه في تلك الحقبة المظلمة التي يندى لها جبين البشرية لذلك الظلم، ويشيب منها الطفل الرضيع لتلك المآسي التي ذهب شهداؤنا وهم مظلومون والذين قتلوا صبرا، ولحد الآن لم نجد رفاة واحدا من هذه المدينة الباسلة التي سطرت الملاحم، وهي مدينة الدجيل، وهي مدينة عكبرة التي كانت أهم معقل وأهم مدرسة إسلامية في العراق. وإذا كانت مدينة الدجيل صغيرة بمساحتها فإنها كبيرة بمواقف أبنائها الذين وقفوا في المحكمة الجنائية العليا يدافعون عن حقوق ذويهم من ضحايا الدكتاتورية، فكانوا السبب في تنفيذ القصاص العادل برأس نظام البعث البائد. أقامت المؤسسة اليوم احتفالاً تأبينياً لشهداء مدينتي الدجيل وبلد الصامدتين، فقد سجنت عوائل هاتين المدينتين في صحراء السماوة في سجني ليا وسجن الشيحيات ولمدة 4 سنوات. هذا السجن الذي هو يقع في وسط الصحراء الجنوبية الغربية ويفتقد لأبسط مقومات الحياة، لكن بحمد الله تمكنوا من رؤية الحياة مرة ثانية واستمرت عجلة الحياة ومضت بهم السنون حتى اكتحلت عين العراقيين بسقوط نظام الطاغية، ووقفوا شهودا في المحكمة الجنائية أدانوا الطاغية على مرأة وعلى مسمعه، وبشهاداتهم التف حبل المشنقة على رقبته ونال القصاص العادل الذي يستحقه جراء ما فعل بعوائل العراق الشرفاء، حيث ملأت المقابر الجماعية أرضنا الطيبة من شمالها إلى جنوبها، مئات المقابر الجماعية أقامها هذا الطاغية لا لذنب ولا لجرم، مجرد أنهم قالوا لا لعتا طاغية. الثامن من تموز عام 82 لم يكن كسائر الأيام في ذاكرة من كان شاهداً على قضية الدجيل، فبقدر ما يمثله هذا اليوم من مأساة عاشتها مدينة الدجيل فإنه يؤكد حقيقة ناصعة عنوانها الشجاعة العراقية في مواجهة الطغاة. اليوم هو بصراحة بالنسبة للدجيل هو يوم تاريخي، ولكنه هو بحد ذاته يوم لكل العراقيين. هذا اليوم لا يختصر للدجيل، وإنما حينما تمر بالدجيل هي قضية تجسد الظلام التي وقعت من قبل النظام البائد وحصرا برأس النظام المقبور على الدجيل، هي تمثل ظلامة العراق بكافة أطيافه. ما حصل في الدجيل أعتقد لم يحصل في مناطق إلا بعد حوالي 10 سنوات أو أكثر. أنا كنت حاضرها، كان عمري 15 سنة، شفت الأحداث يعني قبل بالضبط 31 عام عشت هذه الأحداث. رأيت اللواء الحرس الجمهوري الأول، رأيت 12 طائرة سمتية تقصف، رأيت الحرس الخاص، رأيت قوة عسكرية هائلة قيادة القوات الجيش الشعبي قاطها سير رمضان المقبور، نفس رئيس جهاز المخابرات برزان إبراهيم الحسن المقبور. لذلك هذا اليوم كان يوم تاريخي بالنسبة لنا ولا ينسى، لأنه في مثل هذا اليوم فقدنا الأحبة، فقدنا الأعزاء، فقدنا خيرة الشباب، فقدنا رجال أعتقد لم يولد مثلهم نهائيا مهما عشنا. فقدنا ما فقدنا، ناهيك عن أنه هناك حصل
حصل تجريف بساتين وتهديم بيوت، هذا بعيد عن في مثل هذا اليوم. هذا اليوم كان يوم بصراحة يوم عنفوان. ويأتي استذكار شهداء الدجال وبلد وتكريم ذويهم كجزء من رد الاعتبار لهذه العائلات عن المعاناة التي عاشتها في معتقلات البعث البائد، لا سيما معاناتها في معتقلي ليا والشيحيات. كل ما قدمناه ونقدمه لذوي الشهداء لا يعدل قطرة دم شهيد واحد ولا عذابات ليلة واحدة من الزنازين البعث البائع. بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية، أقامت مديرية شهداء النجف الأشرف ندوة أدبية عن النتاج الفكري لشهداء العراق، حضرها أساتذة الحوزة العلمية والمسؤولون في المحافظة وحشد من ذوي الشهداء. لنتابع هذا التقرير. في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبانية، أقامت مديرية شهداء النجف الأشرف ندوة أدبية عن النتاج الفكري لشهداء العراق بحضور عدد من أساتذة الحوزة العلمية والمسؤولين في المحافظة وجمع غفير من ذوي الشهداء. حتم علينا الواجب الوطني والشرعي بإقامة الندوات والاحتفالات في ذكرى الثورات والانتفاضات التي قامت في العراق في زمن حقبة البعث الظالم والكافر، فقامت في مديرية شهداء النجف في هذا اليوم وفي ذكرى السنوية الانتفاضة الشعبانية ندوة فكرية عن شهداء العراق. تبنى هذه الندوة الباحثين أساتذة من الحوزة العلمية ورئيسة قسم التاريخ في جامعة الكوفة، وهذه الندوات حقيقة مهمة جدا في عراقنا الجديد، عراق الديمقراطية والحرية، ولتعريف أجيالنا القادمة عن دور الشهيد وفكرة الشهادة وما تسمو لها من تحقيق أهداف سامية، ومن أجل حقيقة بناء الدول وبناء الأوطان. أساتذة الحوزة العلمية الذين ألقوا محاضرات في الندوة الأدبية أشادوا بجهود مؤسسة الشهداء في استذكار الانتفاضة الشعبانية والتذكير بتضحيات الشهداء لتبقى راسخة في الأذهان. تعتبر مؤسسة الشهداء هي مؤسسة مهمة حقيقة في إحياء ذكرى هؤلاء السعداء الذين اختارهم الله تعالى إلى رضوانه، وأعتقد أن هذه المؤسسة هي ليست كالمؤسسات الأخرى على أساس الهيكلية الإدارية بقدر ما هي هيكلية ثقافية تنظيمية تعنى بشؤون الشهداء، بفكرهم، بوقفاتهم، بتاريخهم. لذلك نجد أن هذا التجمع وهذا الاحتفال الذي أقيم بذكرى الانتفاضة الشعبانية في الواقع أنه مؤشر إيجابي مهم من أجل أن يكون إن شاء الله تعالى مشروعا لإحياء مثل هذه الدماء الزكية ولمثل هذه الحركة التي لا بد أن نستشعرها في كل يوم، وأن نعطي لأجيالنا رسالة تحيي مثل هذه الدماء الطاهرة الزكية إن شاء الله تعالى. مشاركون في الندوة التي أقامتها مديرية شهداء النجف الأشرف أكدوا أن تضحيات العراقيين في مقارعة نظام البعث البائد كانت ثمناً للحرية التي يعيشها العراق اليوم، مشددين على أهمية حفظ خط الشهادة عبر استذكار تلك التضحيات ورعاية ذوي الشهداء. الشعب العراقي هو شعب الشهادة، لأن هناك قوافل تترى من الشهداء روت بدمائها الزكية أرض العراق، بلد المقدسات، بلد الشهادة. منذ أن صدع أمير المؤمنين عليه السلام في محراب الشهادة فزت ورب الكعبة، ابتدأت مسيرة الشهادة وإلى يومنا هذا.
وقدم العراق الكثير من خيرة أبنائه وفي مختلف الشرائع الاجتماعية والاختصاصات دفاعا عن عقيدتهم وكرامتهم وسيادة وطنهم، بعد وتلطخت أيدي النظام المقبور بدماء المئات من أبناء الشهداء. الحمد لله بعد أن انهيار النظام الدكتاتوري البغيض وقيام دولة الحرية والديمقراطية، يفترض أن نبقي على ثقافة الشهادة تحية، وذلك من خلال إحياء ذكريات الشهداء والتواصل مع ذويهم وعوائلهم. أعضاء الحكومة المحلية في النجف الأشرف ثمنوا الجهود التي تبذلها مؤسسة الشهداء في رعاية ذوي الشهداء تقديراً لتضحياتهم ووفاءً لدماء الشهداء، معاهدين ذوي الشهداء على البقاء على العهد في الوقوف إلى جانبهم. تحل ذكرى عزيزة علينا ومؤلمة، وهي ذكرى الانتفاضة الشعبانية. هذه الانتفاضة التي كانت هي بداية، يعني فعلاً بداية السقوط للصنم اللعين، ويعني بسبب هذه الانتفاضة يعني عدد كبير من الشهداء قدمت النجف وقدمت المحافظات الجنوبية كافة، ولكن نقول مع الأسف لحد الآن يعني بسبب المقابر الجماعية، بسبب الوحشية التي مارسها اللعين، وهي يعني قبر كل الشهداء كل المجاهدين في مقابر جماعية، ولحد الآن أكثرها مجهولة. نستذكر بكل فخر واعتزاز الذكرى السنوية لقيام الثورة الشعبانية المباركة. هذه الثورة التي قام بها أبناء العراق عموماً وأبناء محافظة النجف خصوصاً، والذين استطاعوا من زعزعة أركان النظام البغيض الذي جثم على صدور العراقيين عقوداً من الزمن، فكانت دماءهم الزكية الطاهرة كانت سبباً في فتح آفاق وساحات من الديمقراطية والحرية لأبناء الشعب العراقي. وما نعيشه اليوم من ديمقراطية وحرية ما هي إلا نتيجة لدماءهم الزكية التي سالت على أرض العراق. وبرغم مرور سنوات طويلة على الانتفاضة الشعبانية، إلا أن ذكرى الشهداء الذين سقطوا فيها ما تزال ماثلة في الأذهان بعد أن أضحوا قناديل أضاءت طريق العراقيين. حصلت الطالبة أزهار عبد المجيد حسين على شهادة الماجستير في علم الحيوان لتلتحق بقافلة ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. مع هذا التقرير، تواصلاً مع جهود مؤسسة الشهداء في رعاية المتفوقين من ذوي الشهداء، شهد قسم علوم الحياة في كلية التربية ابن الهيثم جلسة مناقشة الماجستير للطالبة أزهار عبد المجيد حسين عن رسالتها الموسومة دراسة تصنيفية لبعض أنواع خنافس الجثث الجافة. لجنة المناقشة التي تألفت من الدكتور محمد صالح عبد الرسول رئيساً، والدكتور سعدون إبراهيم عضواً، والدكتورة نوال صادق عضواً، والدكتورة حسن الأسدي عضواً ومشرفاً، قررت بعد مناقشة امتدت لساعات منح الطالبة شهادة الماجستير في علوم الحيوان. قرار اللجنة قبول الرسالة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها، بدءا من تعديل العنوان وصولا إلى تغيير ما تم تثبيته أثناء المناقشة، دراسة تصنيفية لبعض خنافس الجثث الجافة عائلة استردي رتبة عندية الأجنحة في بعض محافظات العراق. قبول الرسالة بتقدير مستوفي كجزء من متطلبات الماجستير في علم الحيوان، ويكلف الدكتور سعدون إبراهيم لمتابعة التصحيحات وخلال شهر من تاريخ المناقشة. شكرا جزيلا. رئيس لجنة المناقشة أكد أهمية البحث العلمي المتميز الذي قدمته الباحثة في رسالتها للماجستير، كونه قدم حلولاً لمشكلة تتعلق بالتحقيقات الجنائية، مشيداً بجهد الباحثة في التوصل إلى نتائج كبيرة
بشأن موضوع البحث. هي رسالة مهمة لأنه إحنا تخص أيضا بحوثنا، هسه عندنا بحوث تخص شلون ننكشف عن الجرائم والقتل، وشقد مدة هذا المقتول صار شقد مقتول عن طريق الذباب، يرقات الذباب، وأيضا هالحشرات هم يعني عن طريق أن نعرف شقد صار لها جثث من ميتة، يعني بجثث سواء الإنسان أو غير. بعدين أيضا عن طريق الذباب، شوف شلون الذباب إلى أثر، وهو الشاهد الوحيد اللي ما يكذب يقول لك هذا صار لش قد من ميت، وهل مات مطلة أو مات بتأثير متفجرات أو سم عن طريق التحليل اليرقات. وهكذا احنا حنسوي ندوة في متحف التاريخ الطبيعي بالشهر الحادي عشر بهذا الخصوص، يعني نسموه حشرات الطب الجنائي. فبهالحالة نقدر نكشف هواية أشياء عن طريق هاي الحشرات. الباحثة أزهار عبد المجيد حسين أشادت بالدعم الذي حظيت به من قبل مؤسسة الشهداء في دراستها العليا، داعية إلى إيلاء المؤسسة مزيداً من الدعم لتتمكن من أداء دورها في خدمة ذوي الشهداء. كانت رسالتي لنيل درجة الماجستير الموسومة بدراسة تصنيفية لبعض خنافس الجثث الجافة. حقيقة في بداية عملي لم أكن متصلة بالمؤسسة ولم أبلغهم ذلك، فاجأني دور رائع جدا هو اهتمامهم بذوي الشهداء، وخاصة بمن يتم مرحلة من الدراسات العليا، اهتمامهم بالحضور بالوقت المعين، جهدهم في أنه يصورون المناقشة، يبرزون الشخصية اللي يعني تتناقش واللي تقدم هذه الرسالة. حقيقة للمؤسسة دور رائع جدا، ولكننا نتمنى على الحكومة أنه تزيد اهتمامها بهذه المؤسسة وتزيد صلاحياتها وتمنحها منحة أكبر وفسحة أكبر للعمل، وفي ذلك شرف كبير لكل أبناء الشعب العراقي. ذوو الباحثة ثمنوا الموقف الذي وقفته مؤسسة الشهداء إلى جانب الباحثة ومنحها فرصة نيل الشهادة العليا بعد سنوات من الإبعاد القسري عن مجال الدراسات العليا. نشكر دعمها الكثير ومساندتها لنا ولعوائل الشهداء بالذات، خصوصا أنه المتوفي الله يرحمه الشهيد هو جدي أبو والدتي، حقا يعني لخدمته للوطن وتنقله الكثير أثناء خلال المحافظات خلال خدمته، منعتها كانت ما أسنحت لها الفرصة أن تقدر تكمل دراستها. ونشكر المؤسسة اللي أكرمت هؤلاء الشهداء بأن فسحت المجال وسندت ذويهم أن يكملون دراستهم، ونأمل إن شاء الله تعالى التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يفتح للمؤسسة ويعلي من شأنها ويعلي من جهودها ويبارك هذه الجهود اللي ترفع بها ذوي الشهداء. دعم ورعاية غير محدودين توليهما مؤسسة الشهداء إلى المتفوقين من ذوي الشهداء كي يتمكنوا من الحصول على الشهادات العليا بعد أن ظلوا محرومين من هذا الحق الطبيعي لعقود خلت. أحرز فريق مديرية شهداء ذي قار بكرة القدم المرتبة الثانية في بطولة الشهداء الثالثة التي نظمتها الوحدة الرياضية في المديرية بالتعاون مع مديرية شباب ذي قار، منتدى شباب الشطرة، ورابطة الشهداء المركزية للفرق الشعبية. وقال مسؤول إعلام مديرية شهداء ذي قار أحسان الجابري إن البطولة التي تنظمها المديرية سنوياً تأتي في إطار الدعم الذي توليه للنشاطات الثقافية والرياضية في المحافظة.
مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.